منذ تأسيس الفصائل ومنذ تأسيس وجود الفصائل في هذه بالعراق هي لم تستلم دعم خارجي، بالعكس هي كانت تأخذ من الموازنات العراقية وتدعم دول خارجية بها. اليوم مستحيل إذا ترجع لكل التقارير ما يقدر يذكر لك دولار واحد دخل من دولة خارجية إلى فصائل داخلية بالعراق. بالعكس اليوم كل الأموال اللي تأخذها الفصائل من خلال الأتوات ومن خلال الجبايات اللي موجودة بالمنافذ الحدودية ومن خلال الموازنات العراقية هي تتوزع لدول الخارج وتتوزع للفصائل المرتبطة عقائديا ولائيا بهذه الفصائل وبولايات الفقيه اللي في اليمن وسوريا وحتى إيران. فاليوم الشغلة معكوسة، لا احنا الأموال العراقية هي دا تطلع خارج العراق مو بالعكس. اذا يعني السيطره على المنافذ الحدود، عفوا السيطره على المنافذ الحدوديه اللي صارت في فتره السيد الكاظمي، يعني هي اذا ما كانت هي فعلا مواجهه لمثلا تمويل او فساد للميليشيات، هي مواجهه فساد فقط في المنافذ الحدوديه، فساد بضائع او غيرها. لو ترجع للارقام الخاصه بهيئه المنافذ الحدوديه من 2016 و2017 و18 و19 كلها نفس الأرقام بالنسبة ل 2020 ومنذ أن سيطر عليها السيد الكاظمي، ما اختلفت فقط بمليار دينار أو مليار ونص أو قلت أيضا. فالحديث عن هذا عن السيطرة عن المنافذ غير صحيح. هو نعم سيطر شكليا لكن بقت، يعني احنا عندما نقول بانه سيطر على المنافذ غير ممكن بان الايرادات تكون في زياده. لا احنا لو يعني انا دققت ارقام التقارير لهيئه المنافذ نفس الارقام لم تتغير.